انا بتفس برتاح يا حبيبي. حاضر. نينا. نعم. هو انت ليه مش دايما بتعملي الكافي على الالكو ستوف دي؟ ايه الكلب ايه يا بنتي، دي اسمها السبرتاية، ده انا عمرتها مخصوص عشان القعده تحلو. عارفه ان انا السبرتاية دي بتفكرني بايه؟ ايوه، بتفكرني اليوم اللي انا كنت فيه مستني نتيجه الابتدائيه. ماما الله يرحمها بقى كانت بتحب تعمل قهوه على السبرتاية زي كده. ساعتها كان معاها جارتها، شربوا القهوه، قرت لها الفنجان، قالت لها هيجي لكم رزق وفرحه قريبه قوي. مفيش كلها نص ساعه لقيت بابا داخل من الباب وجاي مع نتيجه الابتدائيه وبيقول لي انت طلعت الاول على المنطقه. بسم الله ما شاء الله، نبيه من يومك. حتى اليوم ده خرجوني فيه وتصورت الصوره دي. بس اليوم ده يوم النتيجه بتاعت الابتدائيه. اللهم صل على النبي زي القمر. عارف انت بقى عاليه كانت فين يوم نتيجه الابتدائيه؟ كانت فين؟ كانت فوق السطوح. وهاتك يا رقص. وات؟ انا كنت برقص؟ ايوه، كنت بترقصي على اغاني حمدي باتشاه. ايه الاسد كده؟ ايه؟ او ماي جاد، وكمان بالي دانسينج؟ ده انت كنت ولا ساميه جمال. انا ما كنتش اعرف عاليه المواهب اللي عندك دي بصراحه. هي من صغرها كده، تقولش مولوده بزنبلك؟ اهو لولا الرقص ده ما كنتيش خدت الاربع غرز اياه. اربع غرز ايه؟ هو انا وقعت من فوق سطوح؟ لا يا حبيبتي، بعد الشر، ده حادثه قديمه، كان عمرك سنتين. باباك الله يرحمه خدك معاه فرح وطلعك فوق الترابيزه، وانت هاتك يا رقص هزه يمين هزه شمال، اتدقلكتي وقعت زرع بصل على دماغك. اي مش الناحيه دي، الناحيه التانيه. لا يا علي، انا ما كنتش فاكر اليوم هيبقى حلو قوي كده. وانا كمان اتبسطت قوي بالميموريز بتاعتي، مش عارفه ليه. عشان دايما القديم حلو. انت عارفه الناس لما تحب تحلي القعده بتاعتها بتعمل ايه؟ دايما يفتكروا في قديمهم. ميك سنس. عمرو، هو انا ممكن اسالك حاجه؟ شوف اتفضلي. هو احنا سيبنا بعض ليه؟ الريليشن شيب بتاعتنا باظت ليه؟ علي، انت سالتي السؤال اللي انا نفسي اساله لك من كتير قوي، وكل يوم بساله لنفسي. لقيت اجابه؟ اظن الاجابه عندك انت. انا ياما حاولت ان انا ما ببوظش العلاقه اللي ما بيننا، بس انت كنت دايما رافضه كل المحاولات. اي ثينك ان انا ما كنتش واثقه ان ممكن اكمل مع حد زيك. زي اللي هو ازاي يعني؟ عمرو، انت فاهم قصدي كويس. اوكي علي، اوكي، بس انا كنت دايما بقول لك ان انا مش بشوف حد غيرك. I think إن كلامك ما كانش enough. المفروض كنت أعمل إيه يعني؟ تهيألي ما كانش في حاجة ممكن تعملها أكتر من اللي أنت عملتها. ولا أنا. ما كانش في حاجة ممكن أفهمها أكتر من اللي أنا فهمتها. يعني إيه كلامك ده؟ يعني في relationships كتير ممكن تبوظ لو اتنين ارتبطوا في وقت غلط أو في ظروف غلط. مع إن نفس الاتنين دول لو ارتبطوا في وقت تاني أو ظروف تانية ممكن ينجحوا. أنت بطلت تاكل ليه؟ لا لا خلاص كده، يا دوبك. عشان اعرف امشي. خد يا عمرو يا حبيبي، دي علبه صغيره عملتها لك عشان تتغدى بيها. ايه يا نينا اللي عملتيه ده؟ ملوش لزوم تتعبي نفسك خالص. انا ما تعبتش ولا حاجه، انا شلت من الحله وحطيت في العلبه. وبعدين انا ببقى مبسوطه لما انت تبقى مبسوط. مش انت مبسوط؟ اه طبعا مبسوط، ربنا يخليك ليا يا رب. وانا مبسوطه، ربنا يخليك انت لينا.